طيب، كتير جدا بيغلط في ان هو يركب البي بي اف بالطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة اللي هي ما يسيبش معاه الأطرف، وفي نفس الوقت كمان ان البي بي اف ما يطلعش ويقبع من الجوانب والكيرفات والحاجات دي. علشان يحصل ده بطريقة مظبوطة، لازم تنظف الأطراف كلها بحاجة زي كده اللي هي مايكروفايبر، تمام؟ وبتنظف الأطرف كلها بكحول بيور، كحول بيور، مش مية وشامبو وتنظف وخلاص خلص الموضوع. لا، لازم تبلها كحول بيور وتمشي الأطراف كلها كاملة بالطريقة دي كده كله، علشان لما تيجي تركب البي بي اف وتدخله لجوه هيعمل معاك، لو انت ما نظفتش بالكحول بيور، هيعمل معاك زي مادة زيتية كده ويطلع يقبح. طيب، الحاجة الأفضل كمان إن أنت لما تيجي تشتغل في البي بي اف، إنك أنت تكون نظف المكان اللي حواليك كويس من الأتربة والحاجات دي، وأفضل إن هي تكون غرفة منعزلة عن أي شغل تاني، والإضاءة زي ما أنتوا شايفين لازم تكون قوية. هوريكم دلوقتي الرفرف ده هنعمل عليه إيه بالظبط، وإزاي الطريقة المحكمة والكويسة، وفي نفس الوقت السؤال اللي أنتوا بتسألوني عليه على طول، محمد البخار بتستخدمه ليه؟ يعني البخار ده بتستخدمه ليه يا محمد؟ هقول لكم وتابعوني، يلا هوريكم الرفرف ازاي هيتركب بالطريقة الصحيحة وازاي هنستخدم البخار. طيب، دلوقتي هنركب البي بي جونسون زي ما انتم عارفين طبعا ان احنا ننظف بيه لو في تراب ولا حاجة على السطح. بعدين هنمسك السكوجي ونشيل كل الأطرف بالطريقة دي. بعدين هنحط البي بي اف بالطريقة دي. طبعا لو معناش حد نقدر ان احنا نستخدم نفسنا بس. ماي وشامبو. انت لوحدك بتركب البي بي اف بالطريقه المظبوطه، وفي نفس الوقت كمان انت بس اللي بتركب البي بي اف، محدش بيساعدك. دي الطريقه اللي انت تقدر تستخدم بيها البي بي اف، اللي انت لوحدك تركب الرفرف، وده افضل ليك كمان ان انت تاخد الاماكن محدش يزعجك وانت بتركب. وفي نفس الوقت وانا بركب على يوتيوب افضل ان انا اقدر اتكلم، بيبقى معاك شخص بتبقى انت شويه ملجج وكده. يعني انا بالنسبه لكم عايزين حد يساعدكم اوكي، عايزين لوحدكم مفيش مشكله، بتبقى افضل كمان. بعدين هنحط ميه الكحول هنا، بعدين نشوف تحت نسكة شوية، هنحط ميه مع بيبي جونسون، الميه والشامبو زي ما احنا قلنا قبل كده يا جماعة. هنقيس من هنا ونقيس من هنا، مظبوطة معانا زي ما انتوا شايفين كده. نحط من بره ميه مع بيبي جونسون أو الميه والشامبو زي ما احنا قلنا. بعدين هنشد كده ونقفل بالطريقة دي هنا، بعدين تحت نقفل بالمية والكحول اهي، نقفل خالص اهوت زي ما انتوا شايفين. لازم طبعا يكون كل حاجة مترتبة عشان تركب صح اهوت. طيب، دي لو الجو ساقع زي اوروبا بنستخدم اللي هو البخار زي ما انتم شايفين، هو محتاج استثناء شويه. بعدين نستخدم البخار عادي، يعني جو اوروبا تقدر انك تستخدم الحاجات دي، لكن في جونا احيانا مبيبقاش محتاج الحاجه دي، او في جو السقعه بمعنى اصح. جو السقعه بنستخدم عادي البخار اهوت. للعلم اللهجة المصرية السقعة هو البرد. عشان بس ما حدش يقول لي انت بتتكلم باللهجة المصرية مش فاهمين، لا، هو السقعة هي البرد. جو السقعة، هحط افضل مية وكحول هنا في الطرف علشان
لو تلاحظوا معايا هنا، بص البي بي اف بيعمل ازاي لما نيجي نركب الميه والكحول. بص ما عادش في حاجه اتثبتت، وده افضل طبعا. زي ما انتم شايفين الطريق الصحيحه اهوت. دلوقتي هنقطع الحته دي، هعمل لكم عليها زوم طبعا. زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده القطع خلاص فنشناها. طيب احنا دلوقتي هنقص القطع اللي زي كده زي ما انتم شايفين اللي هي الزوايد. طبعا اول حاجة احنا بنمسك القطر بالطريقة دي، وبعدين نمشي عليه بالراحة جدا. طبعا هنعلم بس مش هنقص القصة جامدة. بعد كده مقدار نص سنتي بإذن الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام علشان اقدر ارد على جميع اسئلتكم بسرعة وبسهولة، وكمان اكتر اسئلة هتجيلي طبعا هعمل عليها فيديو، وهيكون في سلسلة متتالية عن كل جزء للسيارة لوحدها، يعني البونيت، البامبر، الاكسدام، الباب، المرايات، السقف، وكل حاجة في السيارة حتى الدواخل. تابعوني علشان هعمل سلسلة عن تركيب البي بي اف بالماكينة ان شاء الله، علشان دي سلسلة جديدة يمكن مش الكل عارفها، وفي نفس الوقت مش الكل بيعمل لها فيديوهات. فتابعوني على الانستجرام وهنا على اليوتيوب. ابقى جزاكم الله كل خير، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده. كان معاكم اخوكم محمد ام سلم، واشوفكم على خير. ما تنسونيش من دعائكم. السلام عليكم.